جولة جديدة بين الصحف العربية والأجنبية، نستعرض فيها أهم حملات من عناوين ومقالات في حلقة جديدة من برنامج وقال القلم، والبداية دائما مع ماشي. بداية مانشيت لهذا اليوم مع الصحافة السورية التي ركزت على العمليات الميدانية في حلب. نقرأ من صحيفة الثورة أبرز ما جاء فيها لهذا اليوم. أبرز عناوين الصحيفة نقرأ منها: المجموعات الإرهابية تفشل بكسر الطوق عن الأحياء الشرقية، وقنوات التضليل تشن حربا نفسية للتغطية على خسائر الإرهابيين. الجيش يخوض معركة عنيفة بحلب، وسلاح الجو يعزل ناريا منطقة العمليات ويدمر أرتال إمداد الإرهابيين وتعزيزاتهم. أمريكا عامل رئيسي في تصعيد الإرهاب. طهران: التعاون بين سوريا وإيران وروسيا مستمر حتى دحر الإرهابيين. حسون: سوريا تفتح ذراعيها لجميع أبنائها للمساهمة في إعادة الأعمار. مقتل شرطي تركي في هجوم مسلح بمحافظة بيتلس. انتقادات أوروبية لنظام أردوغان: انضمام تركيا إلى الأوروبية خيال دبلوماسي. واشنطن والرياض تفشلان محادثات الكويت تشكيل مجلس سياسي أعلى في صنعاء، والجيش اليمني يستهدف نجران وجيزان. نبقى في أروقة الصحافة السورية التي لم تختلف عناوينها الأولى، ومن صحيفة الوطن السورية التي استهلت أيضا أخبارها عن العمليات الميدانية في حلب. نقرأ من الوطن أبرز عناوين الصحيفة نقرأ منها لهذا اليوم: أكثر من 1000 قتيل من الإرهابيين خلال 24 ساعة، وحصار إرهابي الأحياء الشرقية قائم. الجيش يحول ملحمة حلب إلى مقبرة للغزاة. سيطرة الجيش تتوسع في الغوطتين وقلعتا شلف وطوبال بقبضته. مصر والصين تدعمان المبادرة الروسية في حلب، والأمم المتحدة تشيد بها. تركيا تحاول استثمار ما يجري في حلب لتحريك جنيف، وأردوغان يتقرب من بوتين. الانتفاضة الفلسطينية تدخل شهرها العاشر، والاحتلال يواصل توسعه الاستيطاني. القوات العراقية تقضي على إرهابيين وتعثر على معمل تفخيخ شرقي الرمادي. تعليق المفاوضات اليمنية لمدة شهر. ننتقل إلى صحف بيروت التي ركزت على عدد من الملفات العربية والدولية. نقرأ من الديار أبرز ما جاء في الصحيفة: اليمن زلزال 3 على مواقع التحالف في مأرب. الصحة العالمية: أكثر من 6000 قتيل و 32000 جريح. نقرأ كذلك: وزير إسرائيل السلام مع السعودية بات قريبا. مسؤول ألماني لطرد اللاجئين إلى سوريا. ميناء غزة يتصدر اهتمامات إسرائيل، مرشح للتدمير في أي حرب مقبلة. مجزرة جديدة في العراق، داعش يعدم 85 شخصا. اليابان تحيي الذكرى السنوية 71 لضرب هيروشيما بالقنبلة الذرية. الانتقال إلى صحف الأرض المحتلة، نجد أنها ركزت على ملف الأسرى والحالة الصحية السيئة لهم. نقرأ من الحياة الجديدة أبرز العناوين. أبرز عناوين الحياة الجديدة نقرأ منها لهذا اليوم: الرئيس عباس يؤكد أهمية تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناء. الاحتلال نفى الاستجابة لشروط الأسرى ومنع عائلات من الزيارات رغم حصولها على تصاريح. قراقع السجون تحولت إلى ساحة انتفاضة. شرطة الاحتلال تغلق بالجملة ملفات إطلاق النار على الفلسطينيين. التلفزيون البلجيكي: وفاة مهاجم تشارل لوري بعد إصابته بعيار نارية. واشنطن تقرر إرسال وفد إلى تركيا لبحث تسليم جولان. بينما عكست صحف القاهرة مظاهر الاحتفال بالذكرى الأولى لافتتاح القناة، إضافة لعرضها التطورات الداخلية والعربية. نقرأ من الأخبار أبرز عناوين الصحيفة نقرأ منها لهذا اليوم: السيسي مستحيل أن يهزم أحد إرادة المصريين. المسترال والفريم تعبران القناة الجديدة، والرافال تحلق في سماء العرض. علي جمعة للأخبار: لن أتراجع عن مواجهة جماعات التطرف والإرهاب. وزير الدفاع التركي: إعادة هيكلة الجيش بهدف منع الانقلابات. مداهمات في أستراليا وتأهب بسنغافورة.
نقرأ كذلك ترامب يسعى لإنهاء الشقاق بين الجمهوريين. أخيرا فيضانات السودان تضرب 13 ولاية وتدمر آلاف المنازل. ننتقل إلى صحف السلطنة التي تنوعت أخبارها السياسية اليوم عربيا ودوليا. نقرأ من الوطن العمانية أبرز عناوين الصحيفة، نقرأ منها: الجيش السوري يصد هجوما للإرهابيين على محور الكليات العسكرية بحلب، القوات العراقية تتقدم على طريق الموصل، ينابيع المياه بالضفة ساحات الحرب الجديدة مع المستوطنين. نقرأ أيضا: ليبيا قوات الوفاق تعلن عن تقدم جديد بمعركة سرت، مصر قتل مدنيون بانفجار عبوة ناسفة في العريش. نقرأ أيضا: تظاهر بهونغ كونغ تطالب بالاستقلال. ختام ماشات مع الصحافة الإيرانية التي واكبت آخر وأهم الأخبار والتصريحات السياسية على الساحتين العربية والدولية. نقرأ من كيهان أبرز عناوين الصحيفة: رئيس بوتين استخدام الجماعات الإرهابية لتحقيق أهداف سياسية أمر في غاية الخطورة ومرفوض. لافروف يدعو كيري لتفعيل محاربة الإرهابيين في سوريا. القوات العراقية تقضي على عشرات الإرهابيين وتعثر على معمل تفخيخ لعصابة داعش الشرقي الرمادي. رغم إسنادهم من قبل طيران العدوان السعودي الغاشم، القوة الصاروخية اليمنية تستهدف تجمعا للمرتزقة وفشل هجماتهم في الجوف ومأرب. لاريجاني بعض الدول تضع العراقيل في مسير الاتفاق النووي. وزير صهيوني سابق التسوية مع السعودية ستحدث أسرع مما تتوقعون. الآن نختم مع الصحافة مع صحف تركيا التي سلطت الضوء على حملات الاعتقال المستمرة بحق الأكاديميين والأطباء والضباط، والتي جعلت الأصوات المعارضة تتعالى ضد حكومة العدالة والتنمية. نقرأ من برغون هذه العناوين. إذن أبرز ما جاء في الصحيفة التركية: وزير خارجية السويد: تركيا تسير في الطريق الخطأ. جمعية المحامين الأحرار: معتقلو سجن سيلفري بإسطنبول يتلقون معاملة سيئة ويتعرضون للتعذيب. قوات الأمن تعتقل 90 عنصرا من القوات الخاصة و24 أكاديميا. نواب في حزب الشعب الجمهوري يرفضون المشاركة في التجمع الجماهيري الذي دعا إليه أردوغان اليوم في إسطنبول. مشاهدينا، إلى هنا ننهي ماشات وننتقل لتقرير لأهم ما تناولته أقلام الكتاب في إزارات هذا اليوم، لنتابع. رأة الوطن العمانية في افتتاحيتها اليوم أن من يستمع إلى التصريحات الأمريكية حول الأزمة السورية بالنظر إلى التطورات الميدانية الحالية يدرك مدى الارتباك وحجم الصدمة لدى المسؤولين الأمريكيين جراء التحول الميداني لصالح الدولة السورية وتقدم جيشها العربي وحلفائه في مطاردة فلول الإرهاب، خاصة في مدينة حلب، رغم المحاولات التي يقوم بها هؤلاء الإرهابيون والجارية لاستعادة ما فقدوه من مواقع هناك وكسر الحصار المفروض عليهم من جانب الجيش العربي السوري وأنصاره. رأى مصطفى السعيد في الأهرام المصرية أن المنطقة على حافة تغييرات مهمة في موازين القوى سيكون لها نتائجها على الساحتين الإقليمية والدولية، فمعركة حلب الكبرى اقتربت من نهايتها وباتت سوريا على مشارف انتصار كبير على الجماعات المسلحة رغم الشراسة التي تبديها التنظيمات الإرهابية التي تجمعت لأول مرة وألقت بكل ثقلها على خطوط دفاع حلب. كتب خالد الدخيل في الحياة اللندنية: فشلت أمريكا بعد أكثر من ربع قرن مما تسميه بالحرب على الإرهاب في هزيمة القاعدة وطالبان في أفغانستان، وهي على الأرجح تكرر الفشل نفسه بالمنطلقات والمبررات ذاتها في العراق أولاً وفي سوريا ثانياً. إن اعتراف أوباما بأن هزيمة داعش ممكنة، لكن لا يمكن القضاء على الخلايا التي يفرخها، ولا يتوقع أن القضاء على داعش ممكن حتى في زمن الإدارة المقبلة التي ستسفر عنها الانتخابات الجارية حالياً. وهذا يعني شيئاً واضحاً، وهو أن سياسة أوباما تجاه المنطقة كما كانت سياسات إدارة بوش التي سبقته ساهمت كثيراً في تفاقم ظاهرة الإرهاب وليس في القضاء عليها.
كتب جورج طريف في الرأي الأردنية: لا يكاد يمر أسبوع وربما أيام معدودة على وقوع حادث إرهابي مروع حتى نسمع بوقوع آخر، سواء في العالم العربي أم الإسلامي أم أوروبا وحتى أمريكا وباقي دول العالم، لدرجة أن العالم بأسره أصبح مسرحاً للإرهاب والتطرف والعنف. يخلص الكاتب في مقالته إلى القول إن دولاً بعينها يتبعها منظمات ومؤسسات تسهر على تغذية الإرهاب بكافة أشكاله لتحقيق مآرب وأهداف تخدم مصالحها ومصالح الدول التي تدور في فلكها، الأمر الذي يتطلب من الأسرة الدولية وعواصم صنع القرار في العالم والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تكاتف الجهود على مختلف المستويات الأمنية والعسكرية والأيديولوجية للتصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومواصلة العمل على محاربة خطأ الكراهية أياً كان مصدره. متابعة للتطورات الميدانية في حلب، ينضم إلينا عبر الهاتف من اللاذقية الأستاذ عبد الله سلوم الباحث في الدراسات السياسية. تحية لك أستاذ عبد الله، أهلا بك. كل التحية لك وللسادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ عبد الله. وحدات الجيش العربي السوري تخوض معارك عنيفة في التصدي لهجوم المجموعات الإرهابية في حلب. بالنظر إلى هجوم أو هجمات الإرهابيين المتتالية في حلب، ما الذي يعمل عليه المشغل للإرهاب؟ أتحدث عن الأمريكي بالتحديد. أعتقد بداية يجب تسجيل مجموعة من النقاط الأساسية فيما يدور حول ما يدور في حلب. النقطة الأولى أن الجيش العربي السوري حقق إنجاز استراتيجي كبير، قلب المعادلات، وهذا الأمر لا يمكن إخفاؤه ولا يمكن التنازل عنه بأي شكل من الأشكال. النقطة الثانية هي أن المجاميع الإرهابية المسلحة منيت بخسائر كبيرة أيضا لا يمكن التغطية عنها حتى مع الزخم الإعلامي الكبير الذي تواكبه المحطات الداعمة للمشغلين ولهؤلاء الإرهابيين والتي لم تغير الصورة والحقيقة الواقعية. ما حدث في حلب يعني كسر المعادلات وغير كل شيء بالنسبة، نحن أمام تحول جديد على الساحة السورية. الإنجازات الاستراتيجية بمعنى العسكرية للمجاميع الإرهابية المسلحة مسألة طواها الوقت وباتت خلف ظهورنا. اليوم جل ما يمكن أن تقوم به هذه المجاميع الإرهابية هو تحركات تكتيكية، وهذا طبعا ما أثبته الميدان في حلب خلال تقدم الجيش العربي السوري وخلال الموجات الارتدادية إن صح التعبير وما تقوم به المجاميع الإرهابية في حلب اليوم. تبدو اليوم المشغل الأمريكي وطبعا مختلف الدول الداعمة عاجزة بشكل أو بآخر عن إحراز أي تقدم أو أي شكل من الـ يعني الإنجاز العسكري استباقا لما طبعا لما يتم الحديث عنه حول جولة أخرى من جنيف قادمة لتسجيل ربما نصر ما. وأعتقد أن هذا الأمر سيستمر، يعني كنا معتادين نحن مقابل كل تقدم استراتيجي للجيش أن تعمد هذه المجاميع الإرهابية المسلحة مع مشغليها إلى القيام بهجوم مباغت كبير تعتمد فيه على الزخم البشري والقوة المدفعية طبعا والقصف التمهيدي الكبير بالاعتماد على أجهزة الاستخبارات العمليات، وتضخ فيه كمية كبيرة من الأسلحة والمقاتلين وإلى حد ما تنجح في بعض الأحيان. اليوم الوضع مختلف تماما، الوضع الإقليمي والدولي بالنسبة للمشهد السوري، فلذلك فهي لا أعتقد بأنها ستحرز أي إنجاز أو أي تقدم، وطبعا هذا ما أثبتته الستة أيام الماضية في حلب وهذا ما يثبته طبعا كل يوم بواسل قواتنا المسلحة. بالتالي لا أعتقد بأن أمام المشغل الأمريكي أو الداعم الإقليمي أو حتى هذه المجاميع الإرهابية المسلحة إلا خيارين إن صح التعبير. الخيار الأول هو الاستمرار في عملية الانتحار الجماعي الذي تقوم به اليوم، أو الاستسلام والانكفاء إلى مناطق أخرى
في انتظار ضربات جديده وتقدم جديد للجيش العربي السوري. نعم، بما انك تتحدث استاذ عبد الله عن تصعيد ارهابي يستبق تسويات مقبله او حتى نتحدث عن لقاء جنيف المقبل، هل من الممكن بالنسبه لمشغل ارهاب ان يعمل على تصعيد ارهابي اخر في الجبهه الجنوبيه كما تحدثت التقارير؟ الأمور مفتوحة، يعني كانت تقارير الإعلامية وحتى ما تفضل به الدكتور بشار الجعفري حول الأرقام الإرهابيين والتحضيرات التي تعدها غرفة الموك، ولكن باعتقادي أن هذا الأمر يعني ولو كان قابلا للاحتمال ولكن بنسبة ضعيفة، على اعتبار بأن هذه هي الأردن وليست تركيا، المسألة مختلفة هنا. الأردن غير قادرة على تحمل تبعات هجمة كبيرة أو تصعيد نوعي جديد، ربما قد يكون هذا التصعيد باتجاه إعلامي، باتجاه مثلا مسألة داعش على الحدود، باتجاه معبر التنف أو باتجاه المنطقة الشرقية، يعني الحدود ربما العراقية السورية، ولكن عملية بنفس زخم ما كانت تقوم به تركيا أعتقد أن الأمر احتماله ضعيف، ولو أنه احتمال قائم. ولكن المسألة هنا تدور حول ما يمكن إنجازه قبل جنيف القادم. نحن يعني أنا باعتقادي أن جنيف يعني لا يشكل ربما حالة مهمة في الحل أو إنجاز حل إن صح التعبير للتسوية في الأزمة السورية، ولكن هو إكساب شرعية لما يشكله الميدان اليوم. الميدان اليوم يشكل رافعة لأي اتفاق سياسي قادم، لأي حل سياسي قادم. هذه الرافعة وهذا الحل السياسي القادم لابد له من إطار شرعي أممي يحتضنه ويدفع به نحو الأمام. بالتالي مسألة يعني إحراز تقدم أو اختراق من خلال الجبهة الجنوبية هو احتمال وارد ولكنه ضعيف. أستاذ عبد الله، سجال روسي أمريكي، انتقادات عديدة من الأمريكي خاصة بعد ما حققه الجيش العربي السوري في حلب، انتقادات للروسي. هل هذه المرحلة التي نتحدث عنها الآن وفق المعطيات الحالية تشهد تعثر للتفاهمات الروسية الأمريكية المشتركة؟ لا أعتقد بأن هناك تعثر، ربما يعني يجب الانتباه إلى مسألة يعني بشكل خاص عكسها ما يدور في حلب. يعني هناك ربما إلى حد ما مع طبعا اعتقادنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستكين بأي حال من الأحوال، ولكن هناك ربما غط طرف بشكل أو بآخر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أدى إلى هذا الفشل الكبير للمجامع الإرهابية المسلحة، ولو نحن هنا قد نكون في تناقض ربما بينما نقول به وبينما نتحدث به الآن حول الولايات. خاصة أستاذ عبد الله بأن هذا التصعيد الإرهابي الذي شاهدناه في الأيام الماضية هو بغطاء ودفع أمريكي، وبطبيعة الحال للتركي عبر الحدود المفتوحة والدعم اللامحدود للإرهابيين الدور الكبير أيضا، ولكن نتحدث عن دور أمريكي بالتحديد، وهذا ما كشفته الأسلحة التي وجدت، وهي كانت أسلحة أمريكية مقدمة للإرهابيين وللتنظيمات الإرهابية على الأرض. أعتقد بأن هنا تكمن الفكرة بأن ما هذا الدعم وهذه الأسلحة التي اكتشفت اليوم هي ليست وليدة اليوم، نحن نتحدث عن ثلاثة أعوام أو أربعة أعوام ربما من التحضير في مدينة حلب بالتحديد، من الضخ للمقاتلين والأسلحة والتخزين والتحضير لمثل هذه اللحظة. ولكن اليوم إن قلنا بأن إن قالت الولايات المتحدة الأمريكية أو تصرفت بغير ما تتصرف به، وحتى ولو كان على سبيل التصريح الإعلامي، فأعتقد بأن المجاميع الإرهابية ستلقي بنادقها مباشرة على اعتبار أنها ستعتبرها تخلي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نحن لا نقول بأن الولايات المتحدة تقف عن دعم، ولا نقول بأن الولايات المتحدة لا تستخدم هذه المجاميع الإرهابية، ولكنها ربما الظرف الدولي اليوم حاليا يعني يجعلنا نعتقد بأنها ربما تغض النظر إلى حد ما عن مجريات الأحداث في سوريا، لتنتظر ربما لتقوم بمناورة جديدة في الميدان السوري وفي السياسة. إن وضعنا بالحسبان مسألة الاتفاق أو التفاهم ربما لم يصل إلى حد الاتفاق بين الولايات المتحدة، ولكن الواقع على الأرض تشير إلى
دعم كبير مقدم من الولايات المتحدة وغطاء لهذه التنظيمات الإرهابية. للأسف بأن الوقت قد انتهى تماما. أشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا الأستاذ عبد الله سلومة، الباحث في الدراسات السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من اللاذقية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، أما الآن ننتقل لنتعرف على أسرار لم تعد كذلك على صفحات الصحف، إنما بعد الفاصل. كشفت صحيفة ديلي ميل بأن الحكومة اللندنية تتغاضى عن الإرهابيين الموجودين على أرضها، فنشرت موضوعا بعنوان إنه يخدعنا، والذي يتحدث عن شاب استغل فترة إطلاق سراحه من السجن بكفالة للسفر إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابية، وبعدما عاد من سوريا ها هو يتجول بحرية في لندن. إذا نتابع ما الذي تحدثت عنه الديلي ميل البريطانية. بينما تتعرض عواصم أوروبية كباريس وبروكسل لهجمات إرهابية، ترتفع مؤشرات عرض لندن لأخرى مشابهة، إلى أنها ومع ذلك لا تحك ساكنا. فهو هذا الإرهابي البالغ من العمر 25 عاما يعيش في لندن دون أن يعترض طريقه أحد. وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإن 850 بريطانيا قتلوا في سوريا ضمن صفوف الجماعات الإرهابية. أهلا بكم في فقرة أقلام إلكترونية. لم تمر أسابيع قليلة على الزيارة التي أثارت جدلا وقام بها استخباراتي السعودي لكيان الاحتلال الإسرائيلي أواخر يوليو الماضي، حتى أكد وزير سابق في تل أبيب أن الإسرائيليين سيزورون المملكة قريبا. وقال ميكائيل ميليكور وزير الشؤون الاجتماعية داخل كيان الاحتلال بأنه سيمكن للإسرائيليين السفر إلى السعودية قريبا إن شاء الله، وفقا لتعبيره ووفقا لما نقلته صحيفة جيرسلين بوست الإسرائيلية. واستخدم ميليكور عبارة إن شاء الله بالعربية، معللا ذلك بأنها مرادفة بالنسبة لهم في العبرية ما معناه عربيا بإذن الله. إذا نتابع ما الذي تتحدث عنه هذه المواقع. كانت عدة مواقع إسرائيلية قد كشفت مؤخرا عن زيارة ضابط المخابرات السعودي السابق أنور عشقي لكيان الاحتلال الإسرائيلي، وهو نفس الرجل الذي كشف قبل شهور عن إقدام بلاده على إنشاء سفارة لها في كيان الاحتلال إذا قبلت تل أبيب مبادرة السلام العربية المطروحة عام 2002. وتمت الإشارة أيضا إلى أن عشقي التقى الجمعة الماضية بممثلين عن الأحزاب الإسرائيلية الذين بدورهم عرضوا على الجنرال السعودي السابق استقبالهم في الرياض لتطوير العلاقات بين الجانبين، وإكمال ما بدأ به الرئيس المصري الراحل أنور السادات. مشاهدينا، نذهب الآن إلى صور بين الواقع والسخرية منه في الفقرة التالية. مشاهدينا، لرسائلكم وتعليقاتكم نرجو متابعة صفحة البرنامج على الفيسبوك. القلم الصحفي قال كلمته لهذا اليوم، إلى اللقاء.